قضية اليوم مستمعي الكرام، كما أسلفت كلنا عندنا مسبباتها، كلنا عندنا الأدوات باش يمكن نخلقوا لنفسنا مشاكل مشابهة. هاد الأداة هي التليفون، هي الهاتف النقال. إذا كنتوا تابعتوا معنا الحلقة اللي مضات من برنامج منك وإليك، الحلقة اللي مضات من برنامج حدي راسك، غادي تلاحظوا أن هناك واحد نوع من التسلسل في القضايا وفي المواضيع المطروحة المرتبطة بالهاتف النقال، بالبورتابل وخصوصا السمارت فون ديالكم. لماذا مستمعي الكرام؟ لأنه واقع الأمر أن بزاف المشاكل الاجتماعية بدات كطفو على سطح المجتمع المغربي، السبب ديالها الأساسي هو التليفون، هو البورتابل. هي اختراع رائع، إمكانيات هائلة للتفاعل والتواصل بواسطة التليفون، إمكانيات رائعة يمكن ناخذها منه إلى أحسننا الاستعمال دياله. وقلت في أكثر من مناسبة أن مستقبل التواصل ومستقبل المعاملات التجارية ومستقبل المعاملات الإدارية ومستقبل التلفزيون والراديو وكل وسيلة من الوسائل ديال الاتصال هو التليفون، هو السمارت فون. من بعد غولي لورديناتور ديالكم، التلفزيون اللي عندكم في الدار، الميديا اللي عندكم، البارابول اللي عندكم، وهذاك المقعر اللي عندكم فوق السطح غيولي كيبان من الماضي، شي حاجة أركايك، شي حاجة قديمة، لأنه كل شيء غادي يعوضوا هاد التليفون البورتابل اللي بالفعل في مجموعة ديال الدول الأخرى المتقدمة وللآن كتشتغل على الجيل الخامس على 5G بدأت كتستعملوا في معاملات كثيرة جدا. ولكن كاين فرق ما بين استعمال واستعمال. كاين الأمم، كاين الشعوب، كاين المجتمعات اللي كتستعمل هاد التليفون بشكل إيجابي وكتاخذ منه محاسنه وأقل ما يمكن من المساوئ، وكاين مجتمعات متخلفة للأسف بشعوبها اللي كتستعمل الأجزاء السلبية منه الكثيرة وكتاخذ شوية من إيجابياته. دورنا كإعلام أننا نحاولوا نوجهوا المجتمع ديالنا أنه يستعمل من التكنولوجيا ما هو إيجابي أكثر. وفي هذا الإطار كتندرج هذه القضية اللي غادي نستمعوا لحضر صاحبها. ألو، مساء النور. ألو، مساء الخير سيدي. مساء النور، مرحبا، شرفني بالاسم ديالك. إلا بغيتي تعطي الاسم لك كامل الحرية. لا نعطيه باش نعطي عبرة للناس وهادشي اللي طرا لي. تفضل، شنو الاسم ديالك؟ سي الحلويون يوسف. من اش من مدينة انت سيدي يوسف؟ انا من الدار، مدينة الدار البيضاء. من الدار البيضاء. إلا سمحتي باش نستافدوا أكثر من القضية ديالكم، مشكور اللي بغيتي تقاسم معنا هاد التجربة وطرح هاد القضية في البرنامج، أعطينا تفاصيل التفاصيل ديال الموقع عليك. شحال السن ديالك أولا إلا سمحتي؟ 53 سنة. 53 سنة، تفضل. مزوج مع المرأة 32 سنة، عندي معها 4 ديال البنات. البنت الكبيرة عندها 30 سنة، بنت لي من بعدها عندها 27 سنة، بنت لي مورا عندها 23 سنة، بنت الأخرانية عندها 20 سنة. منين ولدت البنت الثانية ديالي ما عمرني شكت الزوجة ديالي ولا شكيت فيها. منين ولدت البنت ديالي الولد كنا غاديين باش غنمشيو نشوفو البنيته ولدات، كنتفاجئ بالمرأة غوتات ليا قالت لي واحد 10 دقائق ونزل لعندي لهذا الموضع نلقاك واقف. لو مومون فاش عيطت ليا وقالت لي اجي لهذا الموضع، عيط لي واحد الطبيب صاحبي، صاحبي داك الموضع قبل منا بشي 5 دقائق. وقفت كنتسنى بجوجه ديالي، وقفت جوجه ديالي كنتسنى باش تعيط لي بالتليفون باش نخرج من القهوه نخلي الطبيب جالس في القهوه ونمشي انا وياها. لقيت المراه واقفه كتهضر في التليفون اكثر من 5 ولا 6 ديال الدقائق، كنتسنى زعما واش معايا انا، لقيتها ماشي معايا في التليفون كتهضر. لقيت المرأة ديالي كتهضر مع واحد الصديق ديالي كنعرفو 23 سنة. هاد السيد ما عمرني دخلتو للدار ديالي، لأن الظروف اللي كنمر منها ومشات المرأة وصلنا حتى لعند الشرطة القضائية ديال الأمن ديال الأنفا. وقالت وقالت للشرطه هذه اللي الحاجه اللي قتلتني في الذات ديالي، بان انا راجله، انا اللي كنت كنطلع هاد السيد اللي عندها الدار، مراه مزوج معها 31 سنه و4 البنات، وتقول عليا
شوف منين تحقق؟ سيدي يوسف، سيدي يوسف لو سمحتي. نعم نعم. انا حاس بك متاثر وحاس بك منفعل، ولكن غنمشيو خطوه خطوه باش يفهموا الناس. انا عارف الحكي نعم. كتكون كتقول شيء وكتجي افكار اخرى وكتداخل مع الافكار اللي بغيتي تقول، ولكن التسلسل مهم باش نفهموا اكثر. خليناها بالضبط لما خرجتي كتعتقد انها كتعيط لك في التليفون وهي في الوقت اللي كتهضر مع شخص اخر. فنمشيو نعم. في هذا الخط ونقولوا كيفاش عرفتي انها كانت كتهضر مع ذاك صاحبك، وخطوه خطوه حتى نوصلوا للشرطه القضائيه. واخا واخا الله يجازيك بخير. منين كانت كتهضر في التليفون حل الجاش شي شويه، زودت لها التليفون كنشوف السميه ديال السيد، هذا الصديق ديالي كنشوف الاسم ديالو، وهذا السيد شنو طرا بيني وبينه؟ كان مو جرات عليه من المنزل ديالو، لان كان جوج بنت ما كتربي في البار. جات ما ديك الليله ما لقاش فين يبات، جا عندي قال لي هذه مادي، عندي واحد الكراج كبير في بوتين، ساعدته ومن بعد لغد ليه ديت داك الولد وكريت معاه دار وبعث ليه شي فراش، زعما ساعدته كصديق ديالي ماشي مشكل، يتزوج بما بغا وداك الشيء شغالو. عام قلت ليه سير هاد التلفازه وهاد الفراش اللي بعث ليه بواحد المبلغ، لا جعل ذكر هذا المبلغ. قلت ليه دازت عام مشيت لعند هاد السيد باش غناخذ من عنده داك الفلوس. السيد طلع لي انا والزوجه ديالي وولد عمي وشير عليا بالتلفازه من الطروازيام ايطاج كان يقتلني. من ثم ما عمر هذا السيد اقسم بالله العلي العظيم بقيت شتو حتى لقيت المراه ديالي كتهضر معاه في التليفون. اذا كنتوقعوا سولتيها قلتي لها فلانه مع من كتهضري او علاش كتهضري مع فلان؟ قالت لي باش جاوبتني والله شاهد عليا. هاد السيد قلت لها اش بينكم بينه، عارفه شنو طرا بيني وبينه؟ قالت لي الزوجه ديالي خدامه في ليداك سيرفيس معلومات. قالت لي كيسولني على اوراقي ديال الماء والضوء، وقالت لي فعلا ولكن اللون ديال الزوجه ديالي تغير واحد اللون ما نقولكش عليه. هزيت الزوجه ديالي مشيت انا ويا للدار، ما خليتهاش تمشي للعمل ديالها. طلعنا حلفات لي في المصحف بان ما بينها وبين السيد حتى حاجه، لا جعل شي حاجه ما خصنيش نذكرها لك باش ما نطيحش مني. دخلات السيده عامت عاوتاني حلفات لي في المصحف نفس الشكل. خرجت انا وياها عند الدياب السيده عبد الرحمن وشقبت لها في يديها ومينا ودوزنا معك واحد العمار وسنين وهذه الله يجزيك بخير. احكي لي ما يمكنش هذا السيد ما شفتوش 23 سنه وانا ساعدته درت فيه غير الخير ويدير هذا الشيء وانت معاه وكتساعديه؟ ما يمكنش. تاك والو ما بيني وبين السيد حتى شي حاجه، ما كاين مشكل. دخلنا للدار ما خليتهاش تمشي الخدمه، عيطنا للسيد في التليفون الهاتف ديالي. السلام عليكم، اشنو بينك وبين الزوجه ديالي؟ وي اللي غنقول لك اللي قال لي هذاك السيد سبان مع احتراماتي لجميع الناس بلا ما نذكرك. قلت للزوجه ديالي كيف يعقل باش السيد ما شافنيش 23 سنه وحفظته كيهضر معك في التليفون ويسبني هذا السبان؟ ما يمكنش، كاينه شي حاجه. هزات الهاتف ديالها قدامي وعيطت للسيد قالت لي علاش ديتي راجلي هذا السبان نفس السبان ويمشي يتحل ويترك وجهده اللي بغى يدير. ما عليك. كانت الحد نهار اثنين مشينا انا وياها عند الشرطه. دخلنا لعند الشرطه ما نقولكش ماشي كنجامل الشرطه ولا شي حاجه، لقينا ما واحد العميد انا ما عنديش مع بلا ما نقولك هذا العميد ولد الناس. حكيت ليه هكا هكا قال لي خرج على المراه. دخل المراه ديالي قال لي خليك واقف قدام الباب ماشي باش نخليني. بقى كيسول الزوجه ديالي لقاها بانها عندها علاقه معاه من الخدمه، خدمه علاقه ديال الخدمه. هو كيدير ديتكتيف بريفي في طنجه وديتكتيف بريفي في المحمديه وما دايرش ديتكتيف الدار البيضاء، داير دار والدار اللي دايرها دايرها قدام ليداك ديال غاندي فين خدامه الزوجه ديالي. المراه ديالي كيعيط ليها كتقول لي بحال مثلا الاسم ديالي انا الحلو يوسف بي 591 531 بطاقه التعريف الوطنيه ديالي. كتدخل المراه ليداك كتدخل الاورديناتور ديالها كتقول لي الحلو يوسف مثلا عنده دار في الولفه، عنده دار في الحي الحسني، عنده دار في المعارف، عنده دار في اي موضع في الدار البيضاء. يعني كتعطيه معلومات حول الزبناء. معلومات معلومات. وهذا السيد كتقول ليه الحلو يوسف مثلا على سبيل المثال ديالي انا
بان الحلوس غادي تلقاه في المعارف فين كيستغل الماء والضوء بزاف وفين كاين فاكتوره دايره عنده ها في هذا الموضع فين كيكون. منين العميد الشرطه توصل لهذا الشيء قال لي دخلني لعندها ريحنا انا وياها بقات كتبكي قالت لي غلطت وهذه ودابا اللي عطى الله عطاه. قال لي الكوميسير غنطلبك دابا انت بنتك يلاه والده باش الامر ما يوصلش لشي حاجه كثيره غادي ترجع على راجلك في الصحه ديالو وغتشتت لك العائله ديالك. شنو غادي ديري هاد النمره التليفون بغيتي تعطيها لراجلك بقى عنده هاد التليفون بغيتي تهرسيها ديري مع راجلك الاتصالات المغرب بدلي نمره جديده وريحي 15 يوم من العمل ديالك صافري مع الجوج ديالك. سمع هاد العميد كي دار شوف التحليل اللي عطا الجوجه ديالي قالت لي انا ما يمكنش لي نسافر عندي الخدمه بزاف اعطيني يومين ونسافر معك. من بعد الجوجه ديالي مع من كتهضر لقيتها عاوتاني كتهضر مع السيد كتقول لي راه داني الكوميساريه اش دار اش فعل اش ترك. قال لي كلشي البوليس على حسابي انا كنخدم مع البوليس انا كنتحمل هاد الهضره اللي كنقول. تفضل. قال لي اي حاجه ما تخافش حبس. مني قالت لي بحال هكا مشينا لاتصالات المغرب فعلا دارت لي الخاطر ديالي دخلنا لاتصالات المغرب اللي جات في يعقوب المنصور دخلنا لعند السيد انا وياه طلبنا لها رولوفي من 2012 ولا 2013 ليومين هذا سينات بزز منها ماشي رغمت عليها سينات واحد السينيه السيد شاف داكشي قلت لها مالك قالت لك والو جيب لي عطاته لادريسه عوض يمشي داكشي للدار عندنا يمشي للمحل ديالي عندي محل تجاري في كوموندار بروفو في المدينه. فعلا انا واحد الصديق ديالي ملي طرا لي هادشي كنتيق فيه واحد الاستاذ كنتيق فيه حكيت ليه وداك لو مومون فاش خرجنا قلت له ودي استاذ راه ما كاين وما كاين راه مشات معايا مسكينه اتصالات المغرب وهادي قال لي حبس ارجع مع جوج الاتصالات المغرب الى لقيتي الجوجه ديالك دخلات راه الجوجه ديالك ما خداماش. فعلا رجعت جوج لارو لقيت الجوجه ديالي وبنتها دخلوا وبدلوا العنوان اللي فين غيمشي ليا داك رولوفي ديال اتصالات المغرب. معايا سي عمورة؟ طبعا دائما معاك ونفتح غير واحد القوس نقول للمستمعين الكرام انه حنا كنخليو مستمعنا الكريم يتكلم بعفويه لا كيدخل لا كيذكر واحد المتعهد من المتعهدين ديال الاتصالات راه ماشي من باب الاشهار ولا شي حاجه هو مواطن كيتكلم عادي. حنا اللي عندنا هذاك الارهاص عندك نذكروا شي ماركه عندك نذكروا شي حاجه وتحسب عندنا بحال كنعملوا الاشهار. تفضل واصل واصل اسيدي يوسف. كنطلب نعم. من بعد الجوجه ديالي قلت لها يلا غادي نمشيو نسافروا قالت لي بزيدني نهار اخر فعلا خليتها مشات وما نكذبش انا امام الله غادي نتحاسب على هذا الكلام اللي كنقول. مشيت هزيت السياره ديالي ركبت فيها جي بي اس لان دخلني الوسواس ومرت مرت بزاف كنوزن 88 كيلو طيحت 12 كيلو في الفقصه ديال هذا الموضوع هذا وشديت ذاك السيد درته في الفيسبوك كتبت عليهم احذروا عرفتي علاش حيت لقيت صديقات ديال خت هذا السيد وصديقه ديالو وحده اخرى وصديقه واحده اخرى هادو لقيتهم بربعه ما بغيتش نوصل هادشي للعموم. لقيت وحده خدامه مرتي في ليباس مستغله ومستغل وحده خدامه في البنك الشعبي ما نذكرش الاسم ديالها هي كتقول لي رولوفي الحلو يوسف عنده البنك الشعبي في الدار البيضاء عنده في ديران الزهران عنده في بني ملال عنده ها فين كيروج الفلوس ها فين تلقاوها ووحده اخرى معاهم في صاله في رويال اير ماروك بلا ما نذكرتين الاسم ديالها. هادو كلهم كيستغلوا هاد السيد باش كيعطيوه المعلومات على زوجها المعلومات يخلص عليهم عندي اثبات يخلص عليهم السفاريات لتركيا وولادهم اللي بغاوها اي حاجه بغاوها هاد العيالات اللي كنذكر لك عليهم كيصيفطهم لتركيا بالورقه ويمشي معاهم ويجي بحال هادو شادهم في يديهم ما يمكنش يتفافاو من اليدين ديالو لان المراه باش تتعامل مع راجل 13 سنه وهي كتعطيه المعلومات. وفي 2017 الاول خدت هاد السيد قالت لك مات لينا شي واحد ومعاهم هادي اللي في البنك الشعبي ومشاو لطنجه على اساس نهار واحد باش يعزيو واحد السيده. كنصطدم بخمس ايام المراه ضافيه التليفون عيطت لمرت صديق ديالي قلت لي انت مرتك مرضاتك شنو وقع شنو وقع. عيطت للصديق اللي راجلها في البنك الشعبي اللي هي في البنك الشعبي راجلها مريض واش نتوما مرضتوا وخليتوا العيالات ديالكم وتخليو حتى المراه ديالي ماشي معقول. عاد اتصلوا بهم هما وشعلات المراه التليفون رجعوا ما دوزوش خمس ايام دوزوا اربع ايام ورجعوا كيجريوا. قلت للمراه انا ملي طرات شي
انا شكيت داك الطفيره اللي مشيتي لطنجه حيت لقيت السيد الديتيكتيف محمد يمشي تقصيت عليه وما مع احتراماتي الناس كاع اللي كتصنت ليا مشيت للمحمديه انا والزوجه ديالي جبدت لي ملي داك الورقه فين ساكن السيد ومشيت ليه لدارو وكنتمنى هذا السيد اللي كان كيسمعني حيت دمر لي الحياه ديالي والانسان ما يدخلش اي صديق ديالو ما يدخلوش للدار نهائيا ما دخلش الصديق رجعوا عاود رجعوا عاود سيدي يوسف عاود رجعوا للتسلسل اذا لقيتيها انها مشات غيرات العنوان ديال الورقه اللي غتمشي من عند هذاك المتعهد ديال الاتصالات باش انت ما تعرفش لمن كانت كتعيط ووقتاش كانت كتعيط اون ديتاي الان كيفاش بالتسلسل كيفاش بديتي كتفهم عناصر اخرى وكيفاش عرفتي ان المراه ديالك عندها علاقه مع هذا الشخص واولا خليني نسولك واش العلاقه علاقه غراميه او علاقه هكا ديال التعاون ضد في العداء ديالو هو ليك انت لاش غتوصل من بعد وكيفاش غتوصل كنشكرك بزاف حيت رجعتيني منين لقيت المراه كتهضر اول نوبه مع السيد درت لها البارلور وقالت ليه انا راه بنتي ولدات وليد وسميناه يوسف على راجلي يوسف باش يعرف بانني راني واقف قدامه وقال لها مالكي بدلتي الموضوع قالت لي سندخل الخدمه ونعيط لك انت انا منعتها باش تمشي للخدمه ديك الساعه من بعد مشينا للشؤون يعني منين مشينا للدار ديالو في المحمديه السيد وقفنا كيف يعقل انا 23 سنه مرت هذا السيد اللي درت فيها الخير وكتعرف مرتي خدامه مع هذا السيد وكتعرف و23 سنه ما شافتنيش وكانت من بعد الشعر طاح لي من بعد منتظر دير وما شافتنيش 23 سنه ونوقف باب الدار لقينا يلا غتدخل لدارها كتقول لي شافتني انا والمراه في الطوموبيل كتقول لا مينا لا يوسف او كيف يعقل مره 23 سنه ما شافتنيش بلا شعر بلا منتظر وتعرفني لان السيد وصامرته اش تقول عرفني غادي نجي لعنده وعرفني اش غادي نقول واللي اختو خدت هذا السيد حيت صديقه ديال المراه ديالي اكثر من 30 سنه هي اللي ممشيه كل شيء درنا معاها باش نحبسوا هذا الموضوع تجيب خوها ونتلاقاو في دارهم ولا في دارنا ويحلفوا لي بالمصحف الله الكريم بان بيناتهم امال ونحبسوا هذا الشيء باش البنات ديالنا ما يصيقوش الاخبار قال لك السيد ما نحلف بالمصحف ما نتلاقى مع هذا السيد لان هذا السيد عنده رخصه ديال السلاح يقدر يقتلني هذا انت انا علي انا معنا منين طلعنا لعند السيدة المحمدية أول ما وقفنا شافتني هاد السيدة كي داير السيوس كي داير نزل السلام عليكم عليكم السلام كي داير الله بخير لاباس لاباس وقفت قدامها ولد ديال هاد السيد عنده واحد 20 سنة كيتعصب بوحدو كيقول لها عاوتاني أش دار با أش دار با قلت لها ولدي ما كاين حتى حاجة خليني نهضر مع الوالدة ديالك كي داير الله بخير كلشي صحيحة كلشي مزيان الله يجازيك بخير بغيت نعرف الزوجة ديالي أش بينها وبين راجل قالت لي سيوس ما تخاف والو مرتك خدامة مع راجلي هذه 9 سنين كيفاش 9 سنين واش انا المرأة حلفت لي في المصحف 6 شهور من بعد دخلنا عند الشرطة ولينا في عامين من بعد ولينا 3 سنين من بعد 9 سنين انا كان ما شديتش في راسي شوية اقسم لكم بالله العلي راسي الا كنت غنقتل راسي اقسم بالله العلي العظيم قلت لك غنقتل راسي كان ما كانش الوالده باقا في الحياه وثبتتني شويه واختي خواتي جوج وخوتي وثبتوني شويه غنقتل راسي انا السيده مجوج مع قبل من 31 سنه كنعرفوا 6 سنين ولا 4 سنين واحد القصه ديال الحب اللي تسول في درب السلطان درب اليهودي الحلو يوسف صادقي امينه معروفين حنا واحد القصه فريده ديال الحب وفي الاخير منين خرجنا من عند هذه السيده اللي جات صدمني هو الصديقه ديالي اللي اختو عيط حنا راجعين قالت لي مرتي قالت لراجل الزوجه ديالو منين قلتي لراجلي 9 سنين ما كاين حتى مشكل دابا غوتي السيد يغوت لراجلي راه قاطع النوامر ديالنا ويطلب منه المسامحه داك السبان اللي سبو وراه غادي يتسبب ليا في الطلاق ديالي وماشي معقول احنا نستناوك دابا يغوت لينا ويطلب من راجلي المسامحه ياك باش يتلاقى معاه ما بغاش يشوفه وخاف منه ما كاين حتى مشكل حنا راجعين من طريق المحمديه في الخرجه المحمديه دخلنا القهوه باش نفطروا هادشي مع الوحده
كيصوني التليفون حيت البورطابل ديالها عندي كيصوني كنشوف اختها السيد معيطه اش كتقول لها قلت للمراه ديالي قولي الو قالت الو قالت لها امينة واش انتيا قلتي لي راجلك راني سكتو ما بقاش غيجبد هذا الموضوع وفي الاخير غادا طالعه به حتى للدار ديال خويا في محمديه امي مخلوعه عليه وغايقد يقتلوه يقد يدير ليه وقلت لها ديك السيده كنشكرك على السعاد على المعرفه ديالنا ديال 30 سنه وهذا الشيء اللي درتي معايا كنشكرك وخليت لك الله سبحانه وتعالى ما بقاتش الجوجه ديال الاخوان والصلاه لا ما 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 انا ما انا بدات السيده في الحياه ديالي ما عمرني باقا نشوفها لان كان في الجهه اللي متحجبه كان جابت خوها وريحنا انا وياه ونتجمعوا هكا وما نشتتوش العائله حاليا اليوم فين وصلت الحاله ديالي انا والمراه في المحاكم انا طلبت هربات في شهر 30 6 هربات من الدار يوم بنادم علاش حيت لحقت السيد في الفيسبوك وقلت لهم احضروا هذا السيد العيالات اللي خدامين في شي بوست عندكم غلطوا ما غلطات ماشي طيحت من الجوجه ديالي وباقي ديك الساعه انا وياه قلت لهم حضروا لان السيد اش كيدير كياخذ المعلومات كيستغل العيالات وهذه وحطيت الصوره ديالو كيف يعقل باش راجل كيدير ديتكتيف ولا مساعد ديتكتيف ونحطو من شهر 6 حتى لشهر 11 عاد غادي عند البوليس يديكلاري بيا هذا السيد حطيت صورتي والجوجه ديالي منين قالت للبوليس انا راجلي اللي كان كيجي فيا هو قال لهم لا انا ما عمرني دخلت الدار هذا السيد هاي الخيانه الزوجيه اذا مراتك قالت للبوليس راجلي اللي كان كيجيبو واش في هذاك اللقاء اللي مشيتي له مع السيد العميد اللي حكيتي عليه او مره اخرى عاود رجعتو عند الشرطه؟ العميد اللي مشينا عنده الله يجزيك بخير كترجع معاه العميد اللي مشينا عنده ملي لقيت عاوتاني كتهضر معاه في التليفون ودرت جي بي اس الطوموبيل جي بي اس لقيت عاوتاني كتهضر مع السيد انا الفالطه اللي درت قال لي السيد اللي ركب لي هذاك الشيء خليني انا نبدا نسجل لك قلت له لا خليني نصمت انا ما بقات شي حاجه غتصدمني نسمع شي حاجه نقتل غادي نقتل راسي اللهم قلت انا نتحمل بوحدي بلا ما يتصمتوا لي ناس واحد اخر كتعيط ليه صباح مع الثمانيه تخرج كل صباح كتهضر معاه مع الثمانيه كيدير به ها فين وصلت الحاله شنو دار شنو فعل شنو درت ليا هذه قول ما تخافيش كل شيء البوليس ديال المغرب كله على حسابي ما تخافي من هاش ديري هاش تقولي هاش تفعلي ما قدرتش منين سمعت داك الشيء وعندي مسجل في التليفون هزيتها مشيت انا ويا عاوتاني عند نفس العميد دخلنا عند نفس العميد قال له ودي شوف نقول لك جوج كلمات اللي غنقول لك انت راه قاطع وزيدوا ديك المراه وهاد السيد ما تبقاش تهضري معاه دابا هاد الشيء اللي كديري راه عندك غادي تدخلي للسجن انت وهاد السيد زائد ما عندكش الحق باش تهضري مع راجل وانت مجوجه وهو مجوج كتسمى الخيانه الزوجيه ما عندكش الحق باش تهضري معاه وبقى كيغوت عليها وقال غادي نزيدك هذه الفرصه راه بنتي ليا وليتي جده ويمكن جاك الحماق كاين كتوقع بحال هكا قال لها ردي العقل ديالك راكي غادي تشتي عائله هذه النوبه الثانيه منين عيط نشر داك الشيء في الفيسبوك واحد السيده صديقه ديالنا كنا عندها انا والزوجه ديالي باش المستمعين يسمعوا 16/9/2016 انا والزوجه ديالي ونسيبتي وولد اختي وبنتي كتقرا في فرنسا طلعنا من الدار البيضاء لبرسلون من برسلون مشينا لمونبولي كانت لي بنتي دار 10 ايام ريحنا مجموعين من ثم طلعنا عند واحد السيده في ستراسبورغ هي اللي كنحكي لكم الموضوع ديالي بيني وبها دابا ورجعنا بحال ملي شاف داك الشيء في الفيسبوك قالت لي غنقول لك شي كلام وخاص تشد راسك والله يرضي عليك وما تجبدنيش ما عليناش الكلام اللي قالت لي هاد السيده قالت لي مرتك جات عندي المحمديه 2013 فعلا نسيت واحد تاع مورا من 2012 والزوجه ديالي كتقول لي نبيعوا الدار ومشيو للمحمديه كتعجبك المحمديه وكيف عجب بوزنيقه نمشيو للمحمديه ودارت انتقال باش تمشي من اللي داك ديال غاندي للمحمديه نرجع لك الموضوع عاد السيده شنو قالت لي بنتك جعلت ذكر الاسم ديال بنتي قالت لي بان بنتك ومرتك جاو عندي مورا ثلاثه مرسيدس وشاري لهم جوج بورطابلات جداد هو البورطابل اللي لقيته عندها وبنتي نفس البورطابل لان بناتي كلهم كيخافوا مني كلشي خاز البورطابلات عليا بان السيد راجع عندها على اساس سمسار قالت لها بغينا عندها جوج بيوت في المحمديه وصالون وكوزينه وحمام قالت لي حنا بغينا السيد يكري لك غيكري لك غادي تسدي البيض ديالك 9 شهور والزوجه ديالي عندها السوار ديال الدار كيف يعقل مراه متزوجه
تمشي في المحمديه وغدا بنتها باش تغطي باش الا كانت شي حاجه ولا مع السيد زعما مع البنت ديالها وتاخذ السيرو ديال الدار 9 شهور وعندها السيرو ديال الدار. واضح سيدي واضح. امراه متزوجه تاخذ السيرو ديال الدار 9 شهور وناضوا صداعات في ذاك الدار ولكن مع ما ما انا ما كان الصباح كنمشي هكا كنمشي للخدمه العشيه عاوتاني الخدمه كان عندي قيصريه كنمشي في الصباح في العشيه في القيصريه والسبت والحد باش المراه تخليني نخرج معاهم ولا هذيك كديني عاوتاني الخدمه وتحيد لي الطوموبيل باش نبقى ديما مرصي وديما الثلاث الخميس كتريني الحد الوقيته اللي كندخل لاصال كتعيط لي في التليفون من الخدمه الو فين باش كتعرفني الموضع فين فيه انا. واليوم البارح انا كنت مسافر غير هنا بلا ما نتصرفي البارح قبل مشات شهر 8 سرقات الدار كامله ما خلات لي حتى حاجه في الدار الملابس ديالي كلشي داتو خوات الدار كامله قال لك ما كاينش سرقه مشيت للبوليس قال لك ما كاينش سرقه ما بين الراجل البارح جات لعندي للدار في البحر في بوزنيقه سرقات الدار عاوتاني كامله جات هي والام ديالها ومول الكوارث ومعاهم بوليسي وفرقعوا الدار على اساس ماشي جايين باش يسرقوا على اساس يلقاوني انا حيت قال لها حاجه اللي باقي لها باش غتدخلني للسجن هي تلقاني معاه شي مرة منين ما لقاتني ما لقاو لا مرا معايا لا والو فرقعوا الدار هزوا عاوتاني التلفازات هزوا الازاز من الدار كلشي دابا حاليا كنتواجد بزاف الدرك الملكي ديال بوزنيقه باش نديكلاري. واضح سيدي يوسف قلبنا معاك حنا استمعنا لهادشي انت كنعتبر لا زعما كنهضر شويه لا بالعكس حنا حاسين انك متاثر الله يحسن عوانك الله يحسن عوانك سيدي يوسف هادشي كله سببه التليفون باش نرجعوا المراه ديالي باش تحمي نفسها ديكلارات انا هادشي كاين ما كنتش باغي نكذبش عليك ما كنتش باغي نفضح مرتي بغيت نخلي داكشي مستور ولكن ملي شفتهم تحداوني كاملين ملي وضعت الشكايه في 30/8 وضعت الشكايه من بعد المراه هذاك السيد اش تيقول لك كدير؟ سيري قول لي راه خويا كارني تشيك خويا لي باسبور دار لي فعل لي ترك لي ضربني جبد لهم كحله هادي وصنطات لي الشرطه وانا من نهار طرا المشكل شديت ديك المكحله ديتها للكلوب المحمدي حطيتها وخديت على ريسيبي عرفت المراه وهذاك السيد باغيني اديوني باي حاجه وصيفطوا لي واحد الليله واحد تبعني من دارهم حتى للدار قال لي نقطع لك رجليك فين وصلت العلاقه الزوجيه ديالي بين الزوجه ديالي 31 سنه تنسى كل شيء جميل ما كاينش شي حاجه زوينه للاسف البنات كلهم معاها البنات ما بقيتش نقول المستمعين الهضره اللي قال فين وصلت انا وبناتي بربعه كلهم لاحوني وحده قالت لي ما تجيش عندنا الدار كاين امي ما بقاتش لك امراه دابا ولاو الاولاد ديالنا هما اللي حاكمين فمهم الا رجعتي لبانا ما تبقاش منا نهائيا بربعه البنات وحده في فرنسا لا زعما نقول شنو الهضره اللي قالت لي كيف يعقل نمشي انا كاب نصيفط البنت هذه في 2014 صيفطنا البنت لفرنسا كتقول لي الجوجه ديالي غير تصيفطها تعطيها الفلوس ما تعطيهاش الفلوس طلقني خوتي بركوا فيا شديت عطيتها مشيت خلصت البنكة وصيفطتها لفرنسا من بعد 2014 2015 كي نتلاقى مع واحد السيد كيقول لي بنتك كانت هنا في عين دياب بنتي في فرنسا قال لي لا البنت ديالك في عين دياب منين مشيت هزيت المراه انا وياها مشينا لبرشلونة عند السيد اللي خطبها من عندي في شهر جوج ودار معايا في شهر ربعه باش يتكاتب معاها درنا الحفله في شهر جوج ودرنا الحفله في شهر ربعه باش على اساس يخطب ما جاش شهر سته البنت اللي ولدت درنا لها الحفله والمراه تمشي للمحكمه اللي زدرني في الصحه ديالي وتقول راجلي انا خرجت من 2015 ما نفق عليا والبنات تا هما يشهدوا فيا هادو البنيتات ربعه ديال الحلال بنت تشهد في باه ما با انا ما صرفش علينا من 2015 والناس اللي كيسمعوا بيا دابا كلهم كيعرفوني انا كنقول في 2016 لو سيز ناف فين كنا المانيا بادن والمراه كنشكر واحد السيد وكنشكرو بزاف من العائله ديالك كنشكرو بزاف عنده اوركستر ولد عمها وشهد ليا في المحكمه بان في شهر جوج خدم لينا والطريطور وكل شيء وانا اللي خلصتهم وفي شهر سته خدم لينا في قاعه قصر الطالب ودرنا الحفنه كل شيء ما كان حتى حاجه توقع هذا الهاتف هو السبب والسيد ما نسمعش ليها امام الله وكنصح الناس ما يدخلوش الناس برانيين الديور ديالهم اش نقول لك حيت غنبقى نحكي لك بزاف
ما دارت لي هاد المراه، وليت دابا هاد الايام تعاود نخدم انا يوميا عند الشرطه القضائيه، يوميا عند الشرطه القضائيه. هذا دار لي فعل لي هادي صنط هذا سمع، وليت بحال انا بوليسي يوميا داخل عاطي لا كارت ناسيونال ديالي. الان القضيه امام المحكمه سيدي، الان القضيه امام المحكمه سيدي يوسف، على اعتبار انك انت عامل دعوه ديال الطلاق او هي عامله دعوه ديال الطلاق او شنو؟ لا لا لا، انا دير الرجوع الى البيت الزوجي. وهي دارت الشقاق، هي طلبات الشقاق، دنا بالجلسه الاولى ودنا الجلسه الثانيه، وكان كان من القلب ديالي كان القضاء المغربي ديال الاسره، القضيه اللي دت عندها ما نقولش الاسم ديالك، كنشكرها بزاف وكنشكرها بزاف، لان داك الشيء اللي في القلب ديالي اللي قلته قدامها، قالت لها كيفاش انت مع هذه السيده مزوجه معها شحال من سنه، قالت لها 31 سنه، شحال ديال البنات اربعه، قالت لها شعلاش بغيتي تطلقي، قالت لها راجلي كيدير ليا كيفعل هذه، قطع ليا شعري كبالي انا الكل جبدك على دير ليا، قالت لها القضيه كيف يعقل ما كاينش هذا الشيء، ما كاين، انت هي مراه حديديه، سيد لا معك عام عامين ما مزيانش كتفارق معاه، ماشي تا ولدتي اربعه ديال البنات وتجي وتقول لهم تال دابا عاد تقول لهم لا راه دار ليا وانا خارجه من 2015. قالت لها من 2015 خرجتي للدار ما تكذبيش، قالت لها لا 30/6 خرجت من الدار، وعلاش طالبه النفقه من 2016؟ وهذا السيد راه جاب ادله، مول الحانوت شهد ليا مسكين، ولد عمها شهد ليا، الجيران شهدوا ليا، ما فهمتش انا السيده اللي هذا السيد غسل لها الدماغ ديالها ومسيرها. اخر سؤال سيدي يوسف، اخر سؤال الا سمحتي، انت الان كتقول عامل دعوه ديال الرجوع لبيت الزوجيه وهي عامله طلاق للشقاق. هذاك الرجوع بيته درته 30/6 ملي خرجت من الدار يا ولاده. من بعد دابا الشقاق دايره هي دابا باغا تطلق. وانت باغي تطلق ولا ما باغيش تطلق؟ دابا وصلنا الطلاق، هي الطلاق ولا بيديها هي ماشي بيديها انا كرجل. واضح. لا حيت انا الوالده ديالي في عمرها 83 سنه ومشات وترجات المراه ديالي واختي ونساء اللي من طرف العائله ديالي كلهم مشاو لعندها في دارهم وترجاوها، كتقول لهم غدا نرجع غدا نرجع غدا نرجع. وواحد المساله مهمه فكرتيني فيها، لان البنت الكبيره ديالي اللي مجوجه في الليله ديال باش تعرف هاد الجوجه ديالي في شويه ديال ما كان كانت صريحه، ما غيوقع ما بيني وبينها حتى شي حاجه، اي حاجه ما بين الراجل والمراه الا كانوا مفاهمين وما كاينش الغش، ما عمر الشيطان كيدخل ما بيناتهم. الليله اللي غادي تضرب بنتي الكاغيط كنتفاجئ بهذا الراجل فايت مجوج بمراه واحده اخرى، كندخل البيت كنطلب من الجوجه ديالي شنو هادشي؟ علاش لا ما نعطيش؟ قالت لك صافي سيني ماشي السوق قدام الناس سيني. كنتفاجئ منين سينيت وتزوجت البنت مع اكبر نصاب ونصب على وحده قبل من بنتي وبنتي وحده اخرى مورا بنتي. انا دار لي 200 مليون، قلت البنت في العمل على اساس خرجتها ما قراتش، ديتها للحانوت ديال البيع عشرة في الميدان ديال الذهب، وهذا السيد من سطح مع من تلاقى مع البنت بقى هكا، البنت كتجر هو كيجر هما كيجر هما كيجر تداو لي رزق كامل. ودابا هاد البنت حيت انا قلت صراحه انت ديتي ليا وفعلتي، هي حاقده عليا ودايره لي يدها فمها، وهي غدا هي مخاوني الحوايج من الدار ديالنا، هما جاو البارح الكبار ومع 8 الصباح. البنت الكبيره اللي غتكون عمود وتكون في الطرف ديالي كأب وتكون كحكم ما بيني وبين المراه وتمشي الامور هي اللي تطالع، ترجيتها مع 6 الصباح كتدخل ولا كتجاوب في التليفونات سونتر دافي من بائعه مجوهرات الا كتجاوب في التليفونات. هذا الراجل خلاه الله الله، خلاه بوليد عنده 5 سنين. واضح. غادي نرجع عندك بعد حين سيدي يوسف اذا سمحتي. سيدي يوسف انت مازال معنا، عندي ليك اخر سؤال اللي كنتوقع انه كيتردد في مخيلات وفكر المستمعات والمستمعين الكرام. الا كانت هذه المراه عملت لك هذا الشيء كله، كيفاش باقي عندك رغبه انك ترجعها وانها تبقى مراتك؟ لا لا، انا الزوجه ديالي كنت بغيت نصلح الموقف باي ثمن، نصلح الموقف حيت جمعتهم واحد الليله وقلت لهم شوف جبنا المصحف مع بعضياتنا غنتوضاو مع بعضياتنا، غلطتوا نجمعوا ما نخليوش هادشي يتطور بزاف. منين وصلت للبنت ديالي سقسيتها، قلت لها بنتي مك داتك المحمديه 2013 وشنو درتي؟ لا جعل لك بلا ما نذكر لك اشنو قالت لي البنت. سولنا المحامي وماما تكون كتزاول كاع مع السيد غادي يعطوها اربع شهور الحبس وتفك منك. هزيت البنت خرجت لها من اليوم ما لقيتيش بنتي. قالت لها ما على جبولي الباك هادشي، لا ما تقوليش باك ف
سقسيت البنت الثانيه اللي الله والده قلت لها بنتي شنو غادي تفيدينا كعائله نبقاو جامعين هذه؟ قالت لي دبر راسك انت امي ماشي سوقي فيكم. البنت الكبيره قلت لها بنتي شنو كتقولي في هذا الشيء؟ قالت لي انا كان عندي الفلوس ما نبقاش جالسه معاكم نهائيا. نعم. اذا انت اثبات 100% واعتراف 100% الزوجه انها خانت ما كاينش. لا انا ما لا ما انا ما كنذكرش انا ما كنقولش فساد انا كنقول لك باش مرتي انا اللي بغيتها 33 سنه باش تهضر مع راجل اخر شي كاع كتساعد هاد ديتيكتيف بريفي ولا هادي على الاقل غير منه من على الحياه الزوجيه بيناتنا كتكونوا كنكونوا فاهمين كتعود لي انا كنمشي للسوق الا صورت 2000 درهم كنخطر عليهم 1000 درهم في النهار كندي وليداتي كنقول وما الحياه ما غتتعودش كنتي وليداتي انت خدامه مع السيد هاد السيد اشنو دارنا هادي 23 سنه انا كنقول والسيده كتعرف منين قرب ما خدام ما والو بقى مشى لطنجه كيدور هكا كيدور طاح على واحد العميد غير متقاعد داروا هاد الشركه قال لي انا نخدم معاك عندي العيالات وحده في البنكه عندي وحده في رويال امروك عندي وحده في ليداك هادو نجيب لك اي معلومات من ثم هما خدامين حتى ولات الشركه عندهم متطوره كبيره استعملوا هاد العيالات كان هاد العيالات لا مرتي لا العيالات الاخرين كانوا في الاجتماع وكان كانوا الانسان راجلك مريض وتعمل واحد الخدمه ماشي حلال شفت الفلوس ماشي هما كل شيء في الدنيا الفلوس ماشي هما كل شيء في الدنيا واضح سيدي يوسف كندير واحد الحاجه نقول لراجلي شوف راجلي راه واحد السيد طلب مني باش نعطيه معلومات وهذه وهذه انا صديق ديالي انا كنت خدام قبل من الزوجه ديالي في هذا ليداك صديق ديالي عيطت ليه باش يعطيني غير المعلومات يفيدني في هذا الشيء ديال الزوجه ديالي قال لي اول ما كنحلوا في ليداك لورديناتور ممنوع اخراج المعلومات ممنوع شركه عرضت عليه باش تعطيه 10000 درهم للشهر ويعطي المعلومات ما بغاش قلت ما نديرش الضمير ديالي والخدمه ديالي والشرف ديالي صديق ديالي شوف سمع واضح سيدي يوسف مشكور سيدي يوسف واضح الفكره وضحات القصه ديالك وضحات المستمعات والمستمعين الكرام تفاعلوا معها كيظهر هذا على الاقل بالنسبه لي الان من خلال الموقع الاجتماعي فيسبوك والرسائل اللي كتجي. شكرا جزيلا على الصراحه ديالك على الحديث اللي تحدثتي على الرسائل والعبر اللي يمكن ناخذوا من القضيه ديالك. غادي نحاولوا اننا نناقشوا مجموعه ديال الافكار من هذا الشيء اللي جاء في قضيتك. الحل الان بين يديك، انت ما كتطلبش حل بقدر ما كتقول انني بغيت نتقاسم القصه ديالي مع الناس باش تكون عبره ليهم. وانطلقنا من اشنو المشكل اللي كيمكن يعمل التليفون في حياه واحد الزيجه بحال هذه ديالك اللي دامت 30 سنه واكثر بقليل. فشكرا جزيلا مره اخرى سيدي يوسف. مستمعي الكرام، خصنا حيز كبير جدا باش نسمعوا، ولكن كنعتبر انه اي جمله تقالت في هذه القضيه يمكن تشكل بالنسبة لنا درس، وراها تجربة كبيرة في حياتنا، في حياة الزيجات الناس اللي مزوجين، ولكن حتى في حياة الناس اللي باقين بلا زواج. المعلومة وإخراج المعلومة ووسيلة الحصول على المعلومة حول ناس أخرين باش يمكن نستعملوهم ونستغلوهم. كاين مجموعة الوسائل وسبق البرنامج خصوصا حضي راسك بين لكم هذه الأشياء، لدرجة أن قلت لكم في يوم من الأيام إلا سافرتوا وكانت عندكم تيكيت السفر مثلا ديال بعض الشركات الحافلات المتطوره او ديال الطائره، وقلت لكم راه كيكون فيها واحد لو كود باغ. هذاك الكود بار الا قبضتوا ولحتوا هذاك التيكي ديالكم راه كيمكن اي واحد اللي باغي عليكم معلوماته فين كنتوا اشنو عملتوا ياخذ ويسكاني هذاك الكود باغ بوسيلته المتطوره ويعرف تفاصيل حياتكم، حيت الكود باغ فيه التفاصيل ديالكم خصوصا لما كتسافروا عبر الطائره كتكون كل المعلومات اللي عندكم في جواز السفر ديالكم في الباسبور ديالكم كتكون في هذاك التيكي في هذاك الكود باغ. انتم كتقراوا غير السميه ولكن لي ديتاي كلهم كاينين في الكود باغ. فردوا بالكم مستمعي الكرام من مثل هذه الاشياء. مستمعنا الكريم يوسف، ما عرفش واش غتعتبروا حتى هو ارتكب اخطاء او لا. الزوجه ديالو نوعيه الاخطاء اللي ارتكبت حتى هي وساهمت للاسف في دمار الاسره. موضوع اخر العلاقه ديال البنات مع الاب ديالهم، الاصطفاف ديالهم مع واحد الطرف كان ظالما او مظلوما، وللاسف من الاشياء السيئه اللي كنشوفوا في المجتمع، اما الاولاد والبنات كيمشيو في الصف ديال الام واخا تكون ظالمه او كيمشيو في الصف ديال الاب واخا يكون ظالم.
لانه علاش حنا ما ربيناهمش؟ لما كنا كنربيهم كل واحد كيحاول يجرهم عنده بمختلف الوسائل والمغريات، ففي الوقت اللي كان يمكن يكونوا طرف في الحل كيمشيو ينحازوا لواحد الجانب وكيكبر المشكل اكثر. اشياء كثيره مستمعي الكرام كيمكن تقال في هذه القضيه. غادي ناخذوا بعض النماذج بسرعه ديال المكالمات الهاتفيه في الوقيته اللي باقى. الو مساء النور. السلام عليكم. مرحبا لاله، شرفيني بالاسم. فدوى. تفضلي لاله فدوى. انا بغيت نحكي لك اخويا الزوج ديالي. حتى انت عندك قضيه مماثله. انا كنت كنعرفو 4 سنين وخطبني ودنا الكاغط وكنقول لي كري ليا، ما بغاش يكري ليا، وانا دابا جالسه مع دارنا. جيد، هذه القضيه ديالك الا سمحتي من بعد اذنك لاله فدوى يمكن نرجعوها باش ما تخلطش علينا المعلومات. حنا خلينا الان مع الكم الهائل المعلومات اللي قدم لنا السي يوسف نحاولوا اننا نحلوا قضيته او نلقاو له حل او نعطيوه شنو يمكن يعمل. واش يبقى غادي في هذا السياق؟ هو يبدو انه متسامح جدا ومستعد يسامح الزوجه ديالو في مقابل انه يحافظ على الكيان ديال الاسره، يحافظ على مراته، يحافظ على بناته، في الوقت اللي حسب الروايه ديالو هو المراه ديالو غاداير في الاتجاه ديال تدمير هذه العلاقه من خلال بحال كيقول هزات الحوايج ديال الدار الاولى، هزات الحوايج ديال الدار الثانيه، كتهمو مجموعه ديال الاتهامات اللي هو كيقول انها باطله. وللاسف هذا الشيء كيوقع في الزيجات ما عرفتش شيء عند الدول السائره في طريق النمو او المتخلفه، عند شعوب هذه الدول كيتلاقاو بالعرس وبالداها والداها والله ما خلاها وبالمحبه وبالتصاور وبكل شيء داك الشيء زوين، ويلا جا الفراق كيفرتكوها بالكوميسيريه ويمكن بالمدابزات وبالاتهامات وبالاتهامات المضاده، يعني ما كيخليش الانسان ولو جزء ديال خط الرجعه. حتى من بعد لما كتهدى النفوس ولما كتهدى الخواطر بحال كيقولوا، ولا فكر شي واحد انه يمكن عاودي يحل الباب للعلاقه كيلقى الطرف الاخر دمر كل شيء، بحال كنقولوا ما كيخلي شي خط الرجعه. فنتمنى عليكم مستمعي الكرام انكم تفكروا في هذه القضيه ديال ذاك الخويط اللي يمكن عاود يشد العلاقه، ما تقطعوش كل شيء الا وقع شي مشكل بينكم وبين ناسكم. الو مساء النور. الخير. الو. الو السلام عليكم. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. عبد اللطيف من واتساب. تفضل سيدي عبد اللطيف. خويا انا تبقى فيا هذا السيد و الصراحه بقى فيا بزاف، واللي بغا نقول ليه هو يتفارق مع هاد السيده ما بقاتش خدامه لي. يعني هذا هو الراي ديالي. انت كتشوف انه يمكن يبدا حياه جديده على اعتبار انه باقي صغير في السن؟ بصح اخويا هاد السيده ما بقاتش تحرمات عليه، ما بقاتش خدامه لي. واضح سيدي عبد اللطيف، شكرا على الراي ديالك. هل من اراء اخرى في هاد الاربعه ديال الدقائق تقريبا اللي باقى؟ يمكن ناخذوا اراء اخرى. مجموعة ديال الأفكار أيضا في الموقع الاجتماعي فيسبوك على الصفحة ديال البرنامج، مجموعة ديال الناس كيقولوا ودي لما كتوصل المشاكل لهذا الحد صعب جدا أن عاود تلتئم، يمكن تجمع دابا وعاود تشتت من بعد، لأنه هو غادي يبقى قابط في قلبه أشياء كثيرة وهي غتبقى قابطة في قلبها. فمن الأحسن أنهم يتفارقوا بمعروف، أنه يمكن له يبدأ حياة جديدة على اعتبار أنه باقي صغير، ف 53 سنة مازال يمكن يتزوج ومازال يبدأ حياة أخرى وينسى هذا الماضي بصفة نهائية. هذه مجموعة ديال الأفكار اللي جات. تقولوا ألو مساء النور. مساء الورد سيدي عمورة. مرحبا سيدي، شرفني بالاسم. معك حكيم من تولاتي أستاذي. تفضل سيدي حكيم. هذا غير بالنسبة للأخ يوسف، كنحسبوا بحال الأخ ديالي، كنقول له سيدي يوسف راه الطعام حرام. لان الاجل غادي يمرض راسو غادي يزيد يمرض مع هاد السيده استاذي عموره. انا كنقول له يطلق، الطلاق هو اللي يمشي يعيش حياته من جديد مع عائلته والاخوان ديالو. اما لو بقى مع هاد السيده غادي يزيد يمرض استاذي. الطلاق هو الحل، وراني كنحسبو بحال الاخ ديالي. وشكرا. شكرا لك سيدي حكيم. هذا اتجاه غادي في عدد كبير ديال المستمعات والمستمعين. الو مساء النور. السلام عليكم. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم اذا سمحتي. كان معكم صديق البرامج دري الشجار مدينه ورماس. تفضل سيدي. انا بغيت نقول انا يعني علاش هو اللي بغى اللي ما بغاش يطلق اللي كيقول هي دارت الطلاق الشقيق هي ما بغاش كيقول البيت الرجاء، يعني المراه كتلقى ماشي هي هذيك ولا غدرات ولا يعني طلق، هذا الشيء اللي بغيت نعرف انا منه. انت يعني بالنسبه لك هذا هو الحل، خص الانسان وقع وصل لهذا المستوى صافي سالي.
نعم يلقى المراه ديالو ماشي هذيك ولا شك فيها ولا، ولكن يعني كان الا كان حقق هو هادشي طرا يعني ما كانش صافي لا هادشي هو الحل يعني. واضح سيدي الفاضل، مشكور على المكالمه ديالك. دائما مستمعي الكرام كيمكن نبداو حياه جديده، ولكن خص تكون عندنا القوه والقدره اننا نتخلصوا من الرواسب ديال الماضي. الا عندك واحد الخزين تقولوا كتخزن فيه الماء، كتعمر فيه الماء، ملي يلاه كتبنيه لنفرض كدير فيه واحد الالف يترو ديال الماء، سنه بعد سنه كترصب اشياء في القاع ديال هذاك الخزين ديالك ديال الماء، ديال هذاك الحوض اللي بغيتي تسميه، ولا حفره ولا سميه كيف ما بغيتو. هاكو داك الحياه الزوجيه، هذيك المشاكل كتبقى ترصب. الا عندك الوسائل كراجل وكاميرا باش مره مره كتنقي هذيك الحفره من الرواسب، كتبقى دائما كتهز داك الالف يترو ديال الماء، ولا قول 990 يترو ولا 900 يترو، دائما فيها الكفايه من الماء اللي يمكن يسقي الاسره ويسقي النبات، بمعنى تستمر الحياه، يعطي الحياه. لكن الا كتخلي الرواسب كتكثر اللي هي المشاكل، مشكل كيتحط على مشكل، مشكل كيتحط على مشكل، هذيك الرواسب كتكثر في هذيك الحفره. ففي حوض ما كانت كتهزلنا 1000 يترو و 900 يترو، كتبدا كتقل كميه الماء اللي فيها، وكميه الماء مثلها هي كميه الاقبال على الحياه، هي كميه التعايش ما بين الرجل والمراه، هي كميه السعاده اللي يمكن تكون في هذيك الحياه الزوجيه. هذيك الحفره ديالنا لما كنكونوا غير بجوج رواسبها كتكون قليله، ولكن اذكياء كنحيدوها، لما كيزيدوا الاولاد كيمكن الرواسب تزيد تكثر، خص عاود نكونوا بالقوه والذكاء والقابليه والاراده باش عاود نستعمل هذا المصطلح الدارج، نكسوها نحيدوا منها الرواسب. الا ما عرفناش وبقات الرواسب كتكثر، كيجي واحد الوقت اللي اما كتولي كتهز لنا يلا شويه الماء اللي ما قاد حتى لشي حاجه، او كتعمر حتى الفوق والماء كله كيبدا يتشتت على برا ويضيع ما حوله. كنتمنى ان التصوير يوصل لكم وتصوروه باش تفهموا مستمعي الكرام انه واحد الوقت الى عمرات الحفره كلها الى ما عرفناش نراعيوها ونخويوها من الرواسب، ما كيبقى فيها ما يتجمع، كيخصك عاود تجي تحفرها من الاول. صعيب جدا لانك ماشي بوحدك، لانكم ان كوب، لانكم زيجه. فالى عمرات الحفره مستمعي الكريم يوسف، شوف واش باقي عندك من الصحه والكتاف، واش كاين الاستعداد عند الزوجه ديالك باش تعاودوا تنقيوها وتعاود تقدر تاخذ من الماء ما يحييكم، الماء تبقى من سنوات عمركم. اما لك انت غادي تبقى يتحيد شويه وعاود يجي شويه الماء وعاود ترصب، راه غادي تضيع ما بقى من عمرك غير في هذا الشيء. يستحسن انك تمشي تقلب على شيء مكان اخر عاود تجمع فيه الماء باش تعيش ما تبقى من حياه. هذا القول ليلك وحتى للزوجه ديالك اللي ما سمعناش روايتها. وانا تعلمت في هذا البرنامج للان قريب يوصل 30 سنه، ونتمنى انه يكون عندكم نفس المبدا، انه كنسمعوا الروايه من الطرفين، حيث كل واحد كيحكي كيف كيشوف هو الموضوع والمشكل.